أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد محصتكم ولدنا تحت جناحنا. ولدنا تحت جناحنا حصة تعطيكم بعض النصائح باش تربي ولادكم وتتعايشوا مع بعض الحالات. اليوم موضوع مهم، كاع نحبوا ولادنا يديروا سبور، يديروا الرياضة، ولكن نتسألوا في أي سنة ولدي يدير الرياضة، ولدي في عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين، أي نوع من الرياضة لازم يدير، أي نوع من الرياضة ما لازمش يدير. كذلك اليوم مع أخصائيين راح نتكلموا على الطفل والرياضة، نعطيكم بعض النصائح. إذن اليوم يرافقني السيد لابري نور الدين 39 سنة في سلك التعليم. مرحبا بك أستاذ. أهلا سيدي، شرفتنا. شكرا بارك الله تفضل فيك. تفضل أستاذ، تفضل. تفضل تفضل. معنا كذلك أستاذ في الرياضة ياسين حرات متخصص، مرحبا بك. تقني سامي في الرياضة، مرحبا بك ياسين، شرفتنا. شرفتنا. تفضل 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 ياسين، تفضل. معنا كذلك تجربة حية أم مزيان فاتحة، مرحبا بك مدام، مرحبا بك، شرفتينا مدام. تفضلي تفضلي تفضلي، مرحبا بك مدام، مرحبا بك. وفي كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة باش يدير الواجبات المدرسية نتاعو في هذاك المكتب الجميل. إذن اليوم معنا عبد القادر، أروح ولدي. واش راك عبد القادر؟ لاباس. لاباس بوسامو؟ ما توحشتنيش؟ توحشتك. الله يبارك، ربي يسر إن شاء الله. شحال في عمرك عبد القادر؟ 8. واش سنة تدرس؟ سنة ثالثة. شاطر شوية في القراية؟ شاطر؟ شحال جبت معدل؟ 8.15. أوه صفقوا عليه صفقوا عليه صفقوا عليه. شاطر 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 شاطر. دير الواجبات وحدك ولا حتى تقول لك ماما روح روح تقرا روح تقرا؟ ندير الواجبات وحدي. وحدك انت تنظم وقتك وكامل، وفي نهايه الاسبوع الجمعه والسبت تلعب شويه مع اصحابك وكامل، كل نعم. حاجه في بلاصتها. نعم. تقرا الجمعه ولا السبت انت؟ الجمعه والسبت. الجمعه والسبت. وقتاش تلعب؟ صباح. تلعب صباح وتقرا العشيه. برافو برافو برافو. اذا عبد القادر روح دير الواجبات تاعك في هذاك المكتب الجميل. انتم ثاني اطفال لازم تنظموا وقتكم باش تديروا واجباتكم في الوقت اللازم باش تنجحوا، لاننا نحتاجكم ناجحين ان شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد هذا اللي فيه موضوع شائك ومهم. علاش؟ لان الاولياء يحبوا ولادهم يديروا الرياضه، شكون ما يحبش الرياضه؟ كل واحد يحب. نتكلموا على الرياضه بصفه عامه، والاولياء تاني مدى بهم ولادهم يكونوا رياضيين كبار ومشهورين وكامل. حبينا اليوم نجاوبهم على بعض التساؤلات. يا هل ترى وليدي في السن المبكر اي سنه نبدا ندير له الرياضه؟ هل 4 سنين نديه، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين؟ في اي سنه ما لازمش، في اي سنه؟ دونك معنا اليوم اخصائي السيد ياسين حرات، هو تقني سامي في الرياضة. مرحبا بك، مرحبا بك. إذن ماذا بينا ياسين تكلمنا، نعطوا بعض نديروا تشخيص هكذا يعني الواقع الرياضي الجزائري، ونعطوهم بعض النصائح. في أي سنة يعني في أي سنة ما لازمش الطفل يدير الرياضة، وفي أي سنة يقدر يدير الرياضة، واش من نوع تاع الرياضة اللي يقدر يديرها الطفل وهو صغير، واش هي الرياضة اللي ما لازمش يديرها بالنسبة للنمو تاعو كامل. تفضل ياسين، تفضل. أولا السلام عليكم. مرحبا بك. شكركم على الاستضافة. ثانيا ما فيش ما كاش وقت يعني سن للرياضة. يا ديجا الجيم بيبي يا لا بيسين بيبي، دونك لي زونفون يا اوكان بروبليم، ليسونسييل كي فون دو سبور. سا سي بريمونديال. Après, il y a l'orientation, comment on doit faire, quelles sont les disciplines qu'on doit faire. Oui, mais est-ce qu'il y a une riada, une nouvelle riada, qui est un enfant qui a 7 ans ou là, mais il ne faut pas dire ça? Bien sûr, on ne doit pas forcer les enfants à faire quelque chose d'intense ou là. Le sport, c'est un plaisir. Donc la charge, voilà. Donc, l'intensité. Le sport, c'est un plaisir. Il y a des parents, des fois, à un certain âge précoce, ils font de la piscine, ils font du football. Ça,
شغل يصير شارجي هو صغير. فوالا دونك هاد يكون تسمى ان سيرتان اج يولي فيها كما نقولوا احنا بوكو دو بليسي يكون اصابات يعني النمو تاعو ما راحش يكون نمو صحيح. النمو تاعو يكون عادي ما راحش يكون عادي. هي على كل حال حسب ما انا نشوفه كامل الرياضه لازمها تكون دون ان كادر ريكرياتيف يعني في طبيعه تسليه. يعني الطفل 6 سنين 5 سنين 4 سنين 7 سنين ما راحش تديه ديروا ستاج بلوكي ولا تغلق عليه ولا يعني تبقى في طبيعه التسليه. يعني لازم يفرح لازم يساميوز يلعب شغل كو دي جو في اطار اللعب العاب الالعاب هذا في اطار الالعاب العاب تكون العاب موجهه باش الطفل هذا ما يكونش عنده اصابات ومع زملاء تاعو ومام طون تكون كما نقولوا احنا اونكي يعني طاي ايموشنال لي موتيف باش الطفل يكون سي ان بليزير يجي ان بليزير يحب فوالا الاولى ان بليزير وحاجه ثانيه لازم الطفل تكون هذه اللعبه هذه تخرجوا من اطار تاع حاجه واحده اخرى يلعب بيها وكما خلقوا الجو هذاك مع الاصدقاء ولا اصحاب هذاك تكون النمو تاعو يكون عادي في لا سوسيتي تسمى يسانتيغ رابيدمون. داكور كاين شفت مثلا انا شفتها في دول متقدمه حتى هنا مثلا تروح تماركي في ان جيم في ان جيم هكذا فيه الرياضه وكامل يقول لك السن ادنى سن باش دير لا ميسكولاسيون مثلا 16 سنه ادنى سن. بون كاين دي زيتود دراسات اللي ماذا بيا تفهمنا علاش وكان طفل يدير لا ميسكولاسيون قبل 16 سنه واش هما لي ريسك تاعو الاخطار يعني اللي يقدر يتوجه لها مثلا. الحاجه الاولى تقويه العضلات هذه تقويه الاجسام بالعضلات تسمى اون بار دو لا ميسكولاسيون يا لا فورس كي ناتوريل حاجه عاديه القوه تسمى اللي يديرها طبيعيه يعني ربي طبيعيه يديروها كاين تمارين اللي تندار وهذه تقويه العضلات في تسمى القاعات اللي نيفاست باسكو الطفل ديجا التكوين تاعو الفيزيولوجي النمو تاعو كاع ما كملش دونك ما كملش ولازم ثاني يكون واحد اختصاصي في هذا الشيء اللي اورينتيه. الحاجه الاولى سي اون في دو لا ميسكولاسيون تقويه العضلات فو دابور لينيسياسيون لينيسياسيون بلا داك الشيء بلا تسمى سي اون في با اكزومبل اون بلون بلا لي بوا بلا الاثقال بلا الاثقال تقنيات وين يتنفس واش لو دوغري لا سيميتري تاعو كاع ومن بعد فيرا ميجور ولازم تكون عنده كما نقولوا حنا اون كارت سبيسيال سبيسيفيك على بيرسون سي با ارواح تلقى ان بروغرام ديرو برك نو سي با سا. انا حبيت نعرف اسكو لي كاتيجوري جون لي كاتيجوري جون تاع قل من 16 سنه هنا في لي كلوب وكامل يديروا لا ميسكولاسيون كاين بالك يديروا نوع من لا ميسكولاسيون بالك كيما راك تقول بدون اثقال بدون يعني بون حنا ما نخافوش عليهم لانهم بين ايادي امنه لانهم كامل براتيكمون دركا النوادي تاعنا وكامل الحمد لله فيهم متخصصين يعني سي دي سبيسياليست ولكن اسكو هاد لا ميسكولاسيون دي فوا لا غالب دي فوا لونترينور اللي توني بار لوبليغاسيون دو ريزولتا يقول لك انا عندي ماتش عندي كذا عندي اسكو في لو بلانينغ ديالو كامل اسكو يراعي هاد الشيء هذا اللي عنده علاقه مباشره مع النمو الطفل وكامل اسكو مع لي كوليك ديالو كامل كي تشوفهم يخدموا كامل اسكو تشوف باللي لا كرواسونس تاع الطفل تو الي بريزون كونت. هي كي يكون نفس الاختصاص في المكان هذاك ما كاش مشكل يعني كي يكون مختص تما لا بريسون شارج لا سو بلون ميثودولوجيك المنهجيه ولا على بال واش من عام الوتيره كما نقولوا احنا لا شارج ولا باسكو لي سبيسيفيك على بيرسون او اتليت بيرسون يعني تسمى مانون سي اون بارل دو سبور دو ماس سا سي اوت شوز. انا رحت برك السبور هذا تاع لي كلوب وكامل برك باسكو عبالك يحبوا يلعبوا يحبوا ريزولتا يحبوا حبيت نعرف اسكو دو طون زون طون كاين اون شارج شويه على الاطفال وكامل اللي يكونوا مينيم بيان جامان وكامل جينيرالمون اسكو سونترين لونترينمون ديالهم يكون في اطار تسليه ولعب وكامل شويه ان بو دو شارج دانتونسيتي ولا عندهم لوبليغاسيون دو ريزولتا وكامل باسكو غير يدخل لوبليغاسيون دو ريزولتا سما لا ميثود دو ترافاي تبدل شويه على ما نظن. هذه نفرغ منها تسمى كاين ثاني اون اوتر شارج سي لا شارج دي بارون يزانكيوك لونفون لي ريزولتا لازم هذاك سي اون اوتر شارج كاين اللي يدخلوا
الجمعه الصباح يدير فوتبول، الجمعه العشيه يدير لابيسين، سبت الصباح يدير لابيسين، سبت العشيه يعني الطفل هذا كيلحق نهار الاحد المسيد يلحق كاو كما يقولوا. احنا ماذا بينا الاولياء ديجا من بعد نلحقوا السيد لابري، ديجا الاطفال في هذاك السن راهم يديروا الرياضه في المدرسه، دونك من بعد نشوفوا لا فريكونس كامل، دونك اون بلوس يدير الرياضه في المدرسه بالك مره ولا زوج في السمانه، ومن بعد تزيد انت في نهايه الاسبوع تديه. دونك انا حبيت تاني ياسين تفهمنا لي بارون اسكو شحال من ساعه سي ريكوموندي دو فير دو سبور، اسكو اون ديسيبلين تكفي، اسكو دو ديسيبلين، اون بار توجور دون لو كادر ريكرياتيف، صدير باش الطفل ينمو بطريقه سليمه، ماناش نهضروا على لو كادر دو بيرفورمانس، يعني ماناش نتكلموا على النخبه وكامل، يعني وليدك عنده ان تالون وداوه دون ان كلوب ولا، نهضروا على الاولياء اللي يحبوا ولادهم يديروا سبور، يحبوا الصباح يديه معاه البوشاوي، يديه يجري معاه ساعتين وكامل، وعاود العشيه يديه يلعب ماتش، عاود حبينا نعطوهم نصائح في هذا الباب. هذا الباب النصيحه اللي نقدموها للاولياء هي الطفل الحاجه الاولى لازم هو يخير يختار واش يحب، دي فوا لي بارون هما يفورسيو الدراري واش يدير، يفرض عليه يقول له انا نحب الفوتبول، دير الفوتبول. دونك الحاجه الاولى يخلي الطفل هو اللي يختار، هو اللي يختار. الحاجه الثانيه سي بيان كي يكون صغير هكذا الطفل تاخذو شاك موسم يدير حاجه باش لا بسيكوموتريسيتي تاعو، التنسيق الحركي تاعو ولا كورديناسيون تاعو تكبر، وقد ما تكبر تسمى الطفل اللي يكون عنده ريبرتوار ريش تسمى في الموفمون تاعو في لاسيميلاسيون دي شوز، هذه حاجه نفرو منها. تسمى يدير اليوم لا بيسين، هذا العام لا بيسين، ولا 3 mois دو بيسين ابري 3 mois تاع نبدلو له باش تسمى كما نقولوا حنا ياخذ لا بسيكوموتريسيتي اون جينيرال. داكور، يعني لانه كل رياضه وعندها الحركات نتاعها وكامل، دونك راح تساهم في النمو نتاعو كامل. دونك مليح انه لي بارون يبدلوا سبور لاولادهم كي يكونوا صغار. مي با او ميم طون. ماشي ايه سي سا، ثلاث شهور مثلا يدير ناتاسيون، بعد ثلاث شهور يدير تنس، وثلاث شهور يدير باسكتبول ولا يدير، يعني ما تكونش عنده لا شارج بزاف، ما يديهش الجمعه الصباح يجري في بوشاوي، الجمعه العشيه يلعب ماتش. دونك ميم هذيك تاع يروح تسمى يجري مع بابا دوزر كاع ماهيش رياضه. ماهيش رياضه اكزاكتلي. ماهيش رياضه، سي ان كورفي بلوس كان رياضه. سي سا، هو الطفل واش قلت لي من قبيله، الطفل مليح انه هو اللي يخير الرياضه، وجينيرالمون الاطفال يحبوا الرياضه اللي يتلاقوا مع اصحابهم اللي فيها جماعيه. الرياضات الجماعيه يعني. الرياضات الجماعيه. اكثرها باش الطفل هكذا تسيبو يجري وحده في الستاد هكذا ولا، سي رار يعني. دونك يحبوا بلوس يروح يلعب ماتش، يروح يلعب مع اصحابه، يروح يعني في حاجه وين فيها جو بالك اللي عنده خاوته كامل. دونك حنا ماذا بينا من خلال هذه الحصه نعطوا للاولياء نصائح. دونك اذا كان هما يحبوا رياضه ماشي بشرط انه يفرسي وليده انه يديرها، هذه وحده. ثانيا ماشي مليح انه يكون عده رياضات في نفس اليوم ولا في نفس الاسبوع، ولا يديه من يدير الباسكت بعد يدير فوتبول بعد يدير ناتاسيون. مليح انه الطفل كيكون صغير يخير له اون ديسيبلين اللي يحبها هو يديرها مره في السمانه، راح يكتسب رشاقه زياده على الرياضه اللي يديرها في المدرسه راح نتكلموا عليها. دونك لي بارون ردوا بالكم، لان ولادكم سورتو كيكونوا صغار لازم تردوا بالكم على الرياضه اللي يديروها. شكرا شكرا ياسين، شكرا. أستاذ نور الدين لابري 39 سنة في سلك التعليم والتربية، أنا نظن بلي الرياضة هي جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، يعني أستاذ الرياضة موجود الوزارة والدولة حريصة على أن الأطفال تاعنا تكون عندهم رياضة. أنا حبيت نتكلم برك الجانب المدرسة، يعني كيفاش يعني أستاذ الرياضة كيفاش يتعامل مع الاطفال؟ هل كما كنا نتكلموا مع ياسين يعني في طابع اللعب وطابع كذا، ولا لا لا مثلا في المتوسطه، ولا رايحين نلعبوا ماتش مع المتوسطه الاخرى لازم تربحوا روحوا تونترينيو والعشيه ولازم غدوه ولازم، ولا تبقى دائما في طابع تسليه، طابع جو يعني جو جميل هكذا للاطفال؟ هذا بيا تكلمنا شويه كيفاش استاذ الرياضه في المنظومه التربويه. شكرا سي يزيد بارك الله فيك. قبل ذلك لابد من الكلام عن لماذا الرياضة ضرورية للطفل بصفة عامة قبل الدراسة أو حتى أثناء الدراسة أو في حياته.
لماذا؟ لماذا الرياضة؟ الرياضة احنا تكلمنا كثير عن الرياضة من أجل التسلية، يا صحيح الرياضة تسلي لأن الطفل صغير يعني طفل صغير يعني هي حتى كبير وسيلة كذلك بول انتريسي باسكو الطفل يعني جاي قادر يني با انتريسي هذا كما واش في الطبيعة اللي يحبوه هو. ولكن الرياضة الطفل يمارس الرياضة ويتعلم الرياضة لأهداف أخرى، هو أولا باش يعرف نفسه يعرف الجسم نتاعو. الطفل لما يمارس الرياضة وهو صغير وجاي يولي يتعرف على جسمه على قدراته، لأن الطفل هو أفكار هو عقل ولكن في نفس الوقت جسم، وهذا الجسم يكتشفه عندما يمارس الرياضة. هذا من جهة. من جهة أخرى الرياضة تقيه أو تقويه وتقيه من 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 بعض الأمراض، من بعض العوائق اللي قد تتسبب له في حياته. هذه اثنين. ثالثا الطفل كذلك من خلال ممارسته للرياضة يتعلم المسؤولية، يولي يأخذ مسؤولياته في حياته العادية فيما بعد. إذن فوائد الرياضة كثيرة. ثم في الأخير كاين تهيئة الأولاد الشباب نتاعنا للنخبة، هذه حاجة أخرى لكن هدف آخر. بالضبط. فيما يخص المنظومة التربوية في الجزائر وفي العالم، أنا دائما نقول في العالم لأننا نحن جزء من هذا العالم، التربية البدنية ليديوكاسيون فيزيك سبورتيف داخلة في البرنامج نتاع وزارة التربية الوطنية. بالضبط. والوزارة عطيت لها أهمية وقيمة كبيرة جدا جدا لما فيها من منافع ومن فوائد للطفل بخصوص. هل في الابتدائي؟ نعم. هل في الابتدائي الرياضة حاضرة؟ هي على المنظر في المتوسط لأنه الدراري كبروا كامل يعني يحبوا يديروا سبور كامل. ولكن دخلت الرياضة وضرورية في التعليم الابتدائي في الطور الأول والثاني موجودة الرياضة، ولكن تختلف عن الرياضة في المتوسط الثانوي. بالضبط. فيه مشاكل في الابتدائي، مشاكل تحت تأطير المعلم اللي قرر اللي مكلف بالمواد هو اللي مكلف بالقيام بالرياضة البدنية في مع القسم نتاعو، وكما نعرف هو أن المعلم أو المعلمة مش بالضرورة تتحكم في الطرق. لا نظن كان خطورة. نعم هذا يؤدي يعني قد يؤدي إلى خطورة. هو بالمرات المعلم في الابتدائي يكون انتليجون، يكون ذكي، يعني يكون ذكي يدير لهم حوايج خفاف ولا يروح يسقسي قال فوالا أنا واش ندير واش ما لازمش نديرو كامل، ولكن كاين خطورة شوية لأن شفنا في البلدان الغربية كامل عندهم أساتذة في الابتدائي. انا نظن نشفى النهار اللي كان نحييه كان وزير الشباب والرياضه السيد درواز، نحييه، كان حاول انه يدير اتفاقيه مع وزاره التربيه انه لي كادر دو سبور يعني اطارات الرياضه يروحوا كمدرسين رياضة في الابتدائي، ولكن هذاك المشروع بدا شوية ومن بعد توقف ما على بالناش. علاش؟ أنا شخصيا حييته هذاك المشروع. نعم. كان جميل جدا جدا. علاش؟ تكاكاو باللي الطفل باسكو الطفل هو الصح، هو العجينة، هو يعني العجينة هذيك إذا كان ما عرفش كيفاش تمود ليها مع الأول خلاص من بعد ما عندك ما تريكوبيري. نعم. دونك هذا هو. أنا شفت في البلدان الغربية عاطين أهمية كبيرة. أنا شفت ما كانش مدرسة ابتدائية ما فيهاش جيمناز. انسال يعني جميل. قبيلة تكلمت على التأطير وكذلك على الفراستركتور وسائل بالضبط. نعم يعني ناقصة جدا هذيك ما كانش القاعات وما نعم كانش ناقصة جدا. نعم بالضبط. انا نشفى كنا انا كنت في الابتدائي عندها بزاف على كل حال في السبعينات كنا مثلا في المدرسة وقت الرياضة داروا اتفاقية مع الكلوب تاع التنس اللي قدامنا مثلا يديروا اتفاقيه مع المسبح، يديروا اتفاقيه مع قاعه، يعني كان جميل. كانوا كنا نحبوا هذاك الوقت هذا كيجي نتنقلوا لانه الطفل على بالك مهما كان كي يخرج من المدرسه يفرح يعني احسن حصه الحصه اللي ينتظرها التلاميذ بشغف هي حصه الرياضه البدنيه. علاش يحبوا؟ لانه ما يخفناش باللي الطفل في القسم نتاعو يعني يعيش ساعات وساعات خلال الأسبوع هو في القسم، وفي القسم
كاين ضوابط هو بالضبط. نعم هو ملزم باحترام بعض الضوابط، ما يتكلمش يسكت الا اذا جاوب، لما يروح يمشي الى الملعب او الى الفناء فهنا يعني تعطى له فرصه باش يتكلم وباش يعبر ويتحرك وكذا ويلقى نفسه مليح. ولهذا هذه من فوائد الحصص بالضبط تاع الرياضه لازم البدن. الرياضه نعم، ولكن نجم نقول باللي احنا عندنا ساعتين في المتوسط الثانوي، الساعتين في الاسبوع نقص لها ربع ساعه نتاع باش يتكلم وكذا، يعني تبقى 40 دقيقه في الحصه الواحده، 40 مرتين 40 دقيقه قليله جدا جدا بالنسبه لبعض الدول في اوروبا وفي امريكا اللي يديروا اقل شيء 3 ساعات الى 4 ساعات. ناهيك عن انه في بعض البلدان كما بريطانيا والمانيا وحتى البلدان الاسكندنافيه بدلوا المنظومه التربويه تاعهم، ولاو تقدم الدروس النظريه مثل الرياضيات، يعني دروس باقي الدروس تقدم في الصبيحه من 8 حتى الاثنين زوج حتى الزوج، ومن بعد عندهم وقت للراحه والتناول الوجبه، ثم على الزوج ونص او ثلاثه يدخلوا كل المدرسه الى النشاط الرياضي وكذلك الفني والثقافي، يعني يعطوا له الوقت الكافي لما له من فوائد في تكوين الشخصيه تاع المواطن المستقبل وتهيئته واعداده لكسب المعلومات وللتعلم بطريقه احسن. مهم. شكرا 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 شكرا. كاين بعض الدول دايرين مام اذا كان حبيت في الابتداء في المتوسط ولا تقدر دير كونسنتراسيون سبور، قال انايا ندير تركيز رياضي. التركيز الرياضي ما معناه انك كل يوم عندك ساعه رياضه، كاين تركيز فني كونسنتراسيون ارتستيك اختياري يعني اختياري اختياري تختاروا، يعني باش تشوف تحب دير سبور دير سبور كل يوم. نعم. يعني ساعه في اليوم ولكن ابتداء من المتوسطه. هو احنا حبينا من خلال هذا المنبر هذا نحسوا الاولياء ونقول لهم يتبعوا ولادهم واش يحب يدير، الرياضه اللي يحب يديرها، ما نوع الرياضه، يتبعوا قال واش درتوا واش، يعني جميل انك تتبع وليدك هكذا، لانه كاين ريسك دو بليسور، كاين ريسك دو كاين دي ريسك اللي اخطر اللي واحد ما يستهنش بها ايتو. دونك نعاود نرجع لك باش نتكلموا على واحد النقطه هكذا انا فكرتها من قبيله، يعني نقطه مهمه جدا. سيدة مزيان فاتحة، مرحبا بك. مرحبا بك. ماذا بينا تكلمينا على كيفاش تشوفي الرياضة تاع أطفالك، يعني هل أطفالك تحبيهم يمارسوا الرياضة، هل يمارسوا الرياضة، هل كيفاش تشوفي هذه الرياضة هذه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على الاستضافة. الله يسلمك. طبعا الرياضة أكيد مهمة، يعني أنا بالنسبة للأطفال، أنا نحكي على ولدي صغير خاصة يحب بزاف الرياضة. هو يحب الرياضة ويحبها بزاف، يعني عمرك ما فرصتيه ولا وجهتيه؟ لا لا، أنا لاحظت أنه يميل بزاف يحب يلعب كرة القدم. كرة القدم. نعم، ويستنى حصة الرياضة في المدرسة يعني بفارغ الصبر، الليلة مقبل يعني يحضر روحه ويجهز كما يقولوا البدلة الرياضية تاعو، ونهار اللي ما يديرهاش مثلا تصب الشتاء ولا يزعف، فعلا يزعف، يكتئب. قال اليوم ما عندناش. يزعف 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 اذا الغيت الحصه ولا، مع انه شاطر في الدراسه وكامل بصح باش جينيرالمون اللي يحبوا الرياضه تسيبيهم شاطرين في الدراسه. يحب الرياضه بشكل يعني لاحظته ميوله بزاف، يحب كره القدم ويحب يلعب مع اصحابه خاصه. لاحظت حتى اني ديت للمدرسه، ديت كرة قدم هداوها له، هداها له خاله، جابها له من الخارج. هداها المدرسة باش يلعب. لا لا، هداها له ليه لوليدي. ديتها له للمدرسة باش نهار حصة التربية البدنية يلعب مع أصحابه. جميل 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 جميل. هل يمارس الرياضة في المدرسة فقط ولا يمارس الرياضة على برا؟ والله صراحة في الوقت الحالي في المدرسة فقط. لضيق الوقت. لأنه عنده نظام الدوامين في المدرسة، صافي ما نقدرش نضغط عليه. ما الوقت ما يسمحليش انه نسجلوا في مثلا في دار الشباب او يعني، ولكن ان شاء الله مستقبلا كاين افاق يحب. نعم يحب. شحال في عمره دركا؟ عمره 8 سنوات. ثمان سنوات. نعم. يعني هذا هو
جميل، ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يحفظه. هذا هو الوقت اللي مليح انه الطفل يا اخي سياسين، هذا هو لاش تاع لا ديتيكسيون يا اخي. هنا اللي نعرفوا بلي الطفل اللي عنده مؤهلات ولا حتى لترازون، حتى لترازون، حتى لترازون يعني 8 سنين 9 سنين 10 سنين يعني يبداو يبانوا البوادر نتاع اذا كانوا عنده يعني مواهب ولا في. هذا هو الوقت اللي باقي له عامين ولا باش تبداو ان شاء الله يخرج لنا لاعب كرة قدم كبير ان شاء الله. سي لابري نور الدين، كاين واحد النقطة حابين نتكلم لك عليها. احنا كي كنا نقراو كنا نشوفوها بزاف لي ديسبونس، لي ديسبونس، لي ديسبونس. بارك الله فيك، راك في الصميم. يعني انا عشتها، تسيبهم دائما جايب ورقة هذيك تاع الطبيب وجاي لعنده. انا الطبيب قال لي ما ديرش سبور، وخاصة البنات. البنات بالمرات انا شفتها حتى في الدول الغربيه، باسكو كيما كان يقول ياسين سي دي سيكل في الدول الغربيه كذلك. قال بازومبل هاد الثلاث شهور عندنا سباحه، بعد دوزيام تريماستر عندنا مثلا كره سله، بعد كره قدم. تشوف مثلا في السبور اللي ما يحبوهش البنات يديروا ديسبونس في هذاك السبور. دونك حبيت تكلم لي على لا ديسبونس، كيفاش كنت تعامل معاها؟ نعم. هل يا ترى كان كي الطفل يجيب لك لا ديسبونس كنت تسيد فيريفي شويه ولا تحاول يعني باش تحسوا باش يدير رياضه؟ لانه دي فوا كاين اللي فنيان برك ما يحبش يدير. دونك كيفاش كنتوا تعاملوا مع لا ديسبونس يعني الاعفاء من الرياضه في المدرسه؟ شوف سي يزيد، هذه لا ديسبونس، هذا الاعفاء غالبا انه ياتي من الاولياء لا من التلميذ. الاولياء هم اللي فرضوا على اولادهم باش ما يديروش الرياضه، وهذا خطا كبير جدا جدا. لماذا؟ لانهم يظنون ان الرياضه تلهيه عن دي عن عن التمدرس، عن تلهيه عن التمدرس. كاين اللي بالك ما يقدرش يشيل لا توني تاع سبور ولا صبا تاع سبور، ولا يقول ربما ما ديرش إيه مثلا ولا إيه. كاين هذه على كل حال، احيانا تحصل هذه، ويروح يروح يجيب لك لا ديسبونس. هو بالنسبه لها الرياضه يعني لعب، لعب لعب إيه نعم لعب. لا كاين كاين ناس عندهم اولادهم يمارسوا الرياضه خارج المدرسه. الرياضه لما يجيه البيلتا يلقى الطفل ما جابش المعدل، جاب 9 9.5 وكذا، يقول له اذا في الفصل الثاني ولا الثالث ما تديرش الرياضه. يظن ان الرياضه هي التي تسببت في تدني مستواه، بينما هذا خطا كبير وكبير. وكاين كذلك الموسيقى او النشاط الثقافي اخر. احنا انا إحصائيات اندارت بأن التلميذ أو الطفل اللي يمارس الرياضة أو يمارس نشاطات ثقافية لكن تكون يعني ممنهجة، نعم، هذو عندهم أكثر حظوظ في النجاح ممن لا يمارسون ذلك. ونعطيك مثال ملموس عشته هذا تقريب نجم نقول لك 40 سنة. أنا في جمعية للموسيقى الكلاسيكية التقليدية، جمعية الغرناطية، هذه دار الغرناطية، نحيوهم اليوم، نحيوهم يا سيدي، نحيو كاع، نحيوهم، نعم نحيوهم. لا أنا أذكرت هذه الجمعية كمثال، وكاين جمعيات أخرى أصدقائنا في الجمعية. يجوا لعندكم يعني شوف يعني احنا نديروا بعض الإحصائيات هكذا، مش متابعة نعم متابعة مستمرة يعني بعد كل فصل مر على الأقسام. احنا عندنا تقريبا 200 تلميذ من 6 سنين إلى سن بعيد. ف احنا النتيجة في دار الغرناطية نجم نقول لك 95% ناجحين في الأهلية وفي البكالوريا. سبحان الله، 95% يعني، سبحان الله سبحان الله. وأحيانا كاين بعض السنوات الدراسية 100% في البكالوريا و100% في الأهلية، ما نهضرش عن السيزيام. وبالتالي الموسيقى إذا كان عرفنا، أو النشاط الثقافي بصفة عامة إذا كان عرفنا، هذا يعني الأولياء، هذا الأولياء لابد يعني يكونوا واعين بأن الرياضة كالنشاطات الأخرى هي وسيلة لتسمح للتلميذ باش يكون نفسيا وجسديا نعم مهيئ باه يتبع الدروس نتاعو. والبنات هذه مشكلة في مجتمعنا. احنا أكثر الإعفاء هو من عند البنات، ولكن هذه جاية كذلك من الأولياء لأسباب اجتماعية تقاليد، وربما حتى من ناحية العقائدية والدينية يعني يدخلوا هذا الأمور. ولكن أنا هذا كذلك نسميه خطأ. معليش البنت نتاعنا احنا في الجزائر في بلد مسلم كذا عندنا تقاليدنا، معليش نسطروا بنتنا. أنا أسمح
البنت باش تدير رياضه وهي دايره الحجاب تاعها يعني دايره الخمار دايره الخمار تاعها ما يهمش معليش يعني تستر روحها ولكن تدير رياضه. وهنا رانا ظالمين بناتنا وظالمينهم لان البنت هي في حاجه مثل الذكر وربما اكثر منه في ممارسه الرياضه البدنيه والرياضيه. وهنا امثله فقط، هو امثله فقط ولكن معناه كل ما يشبه هذا النوع من النشاط لازم، هذا امر صعب. علموا ابنائكم، لازم نعمل، ما قالش الا البنات، ما قالش الذكور فقط مثل التعليم، ما قالش علموا الذكور وخلوا البنات بالضبط. وبالتالي حتى البنت لابد لها من ممارسه الرياضه ولو في اطار معين لا باس، ولكن لا نمنحها تمارس الرياضه، لا نمنحها من ممارسه الرياضه. شكرا شكرا شكرا. اذا يا اولياء ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحصه هذه. اذا اولادكم لازم يديروا الرياضه ولكن لازم تردوا بالكم، ما لازمش تركزوا عليهم، ما لازمش لا شارج بزاف عليهم والحمل يكون ثقيل عليهم، يمارسوا رياضه في الاسبوع ولا جميل زياده على الرياضه في المدرسه. والرياضه في المدرسه مهمه ثاني، البنات لازمكم تديروا الرياضه وان شاء الله ربي يوفقكم وتكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه هذه. تقدروا تتواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا و